السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقع جديد لربح عملة البيتكوين. الموقع يا شباب فيه صنبور لربح عملة البيتكوين كل ساعة، وفي ضغط على الإعلانات، وفي كذا طريقة يا شباب، وده هنخش نشوفه من داخل الموقع. ده شكل الموقع من الخارج، هنترجم كده باللغة العربية. ده شكل الموقع يا شباب. هنا يا شباب هنا المستخدمين، هنا كسب البيتكوين، هنا عمليات السحب. تمام، هننزل كده يا شباب. بيقول لك هنا الصنبور اهو، كل ساعة تجمع العملات لحد الأدنى للسحب يا شباب 5000 ساتوشي. لعبة التعدين، اشتري الأدوات واحصل على طاقة التعدين وستولد طاقة عملات البيتكوين اليومية. هنيجي لطريقة التسجيل يا شباب في الموقع. هنطلع كده من فوق، هندوس على كلمة تسجيل. هنملى البيانات اللي قدامنا يا شباب، يوزر نيم، ايميل، باسورد، هات الباسورد، نحل الكباتشا وبنعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. ويبعت لنا رسالة على البريد الإلكتروني، بنفعلها بندوس عليها ويبقى كده خلاص حسابنا اتفعل ونبدأ شغل على الموقع. بعد كده هندوس على لودينج، بنحط يا شباب اليوزر نيم والباسورد ونحل الكباتشا. احنا بقالنا كام يوم يا شباب بنشرح مواقع تعدين مجانية، مواقع لعملة البيتكوين والعملات الرقمية. فاستغلوا يا شباب العملات الرقمية، زي ما انتوا عارفين العملات بيجي لها اوقات بترفع ويبقى سعرها كويس جدا. وانت عود نفسك كل يوم اشتغل حتى ساعة على العملات الرقمية، وبعد كده اللي عايز تعمله اعمله وجمع على قد ما تقدر. يعني مش لازم في يوم وليلة تبقى عندك رصيد جامد اوي، لا، اجمع كل يوم شوية في شوية في شوية لحد ما تجمع ارباح كويسة، وبعد كده العملات يبقى عندك ارباح كويسة ان شاء الله في المحفظة. وبعد كده تقدر انت عايز تستثمر، عايز تسحب فلوسك. دي الداشبورد يا شباب بتاعتنا، هنا الاسم، هنا رصيد البيتكوين، هنا الارباح الكلية، هنا اجمالي السحوبات، هنا اجمالي الايداعات، هنا دي زي آلة حاسبة، هنا التحويل. أول ما تخش يا شباب خش على الإعدادات. تمام، بعد ما تخش على الإعدادات بس أهم حاجة تفعل الإيميل بتاعك عشان الموقع يشتغل معاك. بتحط هنا عنوان الفوسيت باي اللي هتسحب، أو العنوان اللي أنت هتسحب عليه. وبعد كده هنا بتحط الباسورد اللي أنت مسجل بيه في الموقع وبتعمل حفظ، وبعد كده تبدأ شغلك على الموقع. هنيجي يا شباب من هنا، لو دخلنا هنا عندك ديبوزيت لو انت عايز تعمل ايداع، وهنا لو عايز تسحب من الموقع. دوسنا على السحب كده هيقول لك الحد الادنى للسحب هو 5000 ساتوشي، كاتب لك اهو. تمام، طرق الشغل على الموقع من هنا يا شباب. اول حاجه عندنا بي تي سي اللي هي الضغط على الاعلانات. عندنا يا شباب هنا مجموعه اعلانات، لا هنا دوت صنبور يا شباب. صنبور بيدينا كل ساعه بيدينا لحد 30 ساتوشي، تهيألي هنترج ان هنتخطى كده ونشوفه. اهو يا شباب كده حسب لنا 30 ساتوشي متهيالي. هنرجع الداشبورد بتاعتنا، اهو يا شباب حسب لنا 30 ساتوشي. والصنبور ده كل ساعة يا شباب، يعني كل ساعة، يعني احنا لو عملنا 10 ساعات مثلا هيبقى ب 300 ساتوشي. تمام، تاني حاجة عندنا البي تي سي، يعني ده أول حاجة الصنبور. بعد كده عندنا الإعلانات، زي ما انتم شايفين يا شباب دي كلها إعلانات في الموقع، كل دي إعلانات أهي. أول إعلانات بتبقى ب 8 ساتوشي، وهنا في إعلان ب 8 ب 42، وفي إعلان ب 19، وإعلان ب 29، وإعلان ب 15. يعني اعلانات، مجموعه اعلانات كويسه يا شباب. نلحق بقى ايه نستغل، عشان ممكن لو الضغط بقى في ضغط على الموقع هيقلل الاعلانات دي. هندوس كده على الاعلان نشوفه بيشتغل ازاي. اهو يا شباب عداد هنا اهو، 8 ثواني. خلاص يا شباب هندوس كده على الكلمه الخضراء اللي ظهرت دي، خلص كده الاعلان. هنرجع تاني للصفحه بتاعتنا، طالما دوسنا على الكلمه الخضراء هيرجعنا للصفحة من الأول. هنجرب إعلان تاني يكون كبير شوية عشان نشوف برضو، بس ده يبقى 60 دقيقة، 60 ثانية ولا إيه.
هنشوف واحد ب10 برضو عشان ايه نشوف الاعلانات كلها شغلها واحد ولا ايه نظام. تمام يا شباب، كل الاعلانات شغلها واحد. تمام، 10 ثواني. بعد كده خلاص كده يا شباب، كده نرجع للصفحة بتاعتنا، هيخلص هيرجعنا لصفحة الموقع اهو يا شباب. دي طريقة الشغل على الاعلانات. لو رجعنا للداشبورد بتاعتنا هنشوف الضف الارباح بتاعتنا اهو يا شباب، عندنا 2 4 46 ساتوشي. بعد كده هنيجي طبعا على نشوف بقية الارباح في الموقع، الربح في الموقع. هنا لعبة التعديل، لعبة التعديل دي لازم تشتري رصيد، ممكن تشتغل على الموقع وتشتري خطط في الموقع او تشتري الادوات المطلوبة منك. يعني هنا تشتري الطاقية دي والفاس، هنترجم كده، كل من الطاقة يمكن هنا حسب لي كمان بيحسب واحد، هو حاسب واحد. هنا بيقولك ايه سعر القبعة ديت او الخوذة دي، 3000 في اليوم بتديك 30 قوة التعدين، 110. هنا سعر المصباح ده 6500 بيديك 250 الأيام 30 يوم، وده 30 يوم. والفاس هنا ب1300 لمدة 30 يوم بيديك 500. وكل حاجة يا شباب سعرها، السعر فوق أهو والمدة، وأدي الربح بتاعها. تمام، دي طرق بس بتحتاج انك انت تشتغل وتشتري او تعمل ايداع وتشتري. بعد كده عندنا في لعبة تاني اهي، مش عارف اسمها كونتر ولا ايه، يا شباب دي عاملة زي اللعبة اللي كنا بنلعبها زمان اللي بيسموها ملك وكتابة. بتحط مثلا المبلغ هنا اهوت اللي انت عايز تلعب بيه، وبتختار يا دي، وبعد كده بتدوس هنا، لو طلعت هي بتكسب المبلغ اللي هو بيحدده لك. بس ما صحش باللعبة دي يعني، مش اخر حاجة دي بقى، مش عارف اوف ايه فاريوز ولا ايه دي مش فاهمة اخر حاجة ديت، ويز دروم فيها سحب وفيها ايداع شخصي ولا ولنت، دي متهيألي عروض يا شباب او حاجة زي كده، مش دي مش فاهمها كويس. لو عرفتها هبقى اشرحها لكم ان شاء الله مع اثبات السحب للموقع. تمام يا شباب، بس الموقع كويس ونستغله، وعندكم زي ما انتم شفتوا الاعلانات فيه كويسة، وعندك الربح بتاع يعني احنا لو حسبنا الاعلانات ديت، لو قلنا مثلا هتدينا في 29 وفي 19 وفي حاجة 40 42، فاحنا نستغل الموقع في اوله يا شباب ونشتغل. طبعا الاعلانات بتتجدد، وان شاء الله عندك هنا اهو 42 برضو، يعني نقول ممكن ناخد 300 من هنا، يعني ممكن نجمع 1000 في اليوم ان شاء الله من الموقع، ممكن نجمع 1000 في اليوم في 5 ايام نسحب ال 5000. بس يا شباب كده اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.